فعلا. قصة النهاردة قصة استماع اسمها أختي وقصة كفاح. الولد بيحكي، شايفين البنت شكلها عامل ازاي؟ شكلها طفلة غريبة صح؟ ايوه غريبة عننا، مختلفة، مش غريبة، طفل مختلف. وأخوها ولد طبيعي. بقول سأحكي لكم اليوم قصة أختي، فهي ليست قصة عادية ولكنها قصة كفاح، وسأبدأ منذ لحظة ولادتها. فقد كنت متحمسا كثيرا لرؤية أختي لأول مرة بعد مولدها بالمستشفى، وكنت حينها أبلغ من العمر 7 أعوام. وعندما نظرت إليها شعرت بأن شكل وجهها مختلف عني، لكنني لم أهتم، فهي طفلة رضيعة صغيرة. وبعد شهور لاحظت بالفعل الاختلاف وتأكدت شكوكي، فتحدثت مع أبي متسائلا: هل ملك مختلفة عني يا أبي؟ أم ما المشكلة؟ نظر إلي أبي قائلا: نعم يا مالك، ملك من ذوي الإرادة. رددت قائلا: لم أفهم يا أبي، هل يمكنك أن توضح لي أكثر؟ رد أبي: بالطبع يا مالك، فذو الإرادة هم فئة من الناس يكون لديهم قصور في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية أو النفسية بشكل كلي أو جزئي، وتم تسميتهم ذوي الإرادة نظرا للجهود الجبارة التي يبذلها كل منهم في التغلب على التحديات اليومية لتحقيق الإنجازات المختلفة. بسموهم ذو الإرادة ليه؟ بسبب الجهود الجبارة اللي بيبذلوها عشان يتغلبوا على التحديات اليومية لتحقيق الإنجازات المختلفة. رد الولد عليه بيقول له: فهمت يا أبي، لكن ملك ليس لديها قصور في قدراتها البدنية. فهي تتحرك وتلعب. رد أبي موافقا على كلامي: ملك لديها قصور في قدراتها العقلية، وتحتاج منا لجهود وتكاتف لنساعدها على مواصلة حياتها. قال له: نعم، إني ملك عندها قصور في القدرات العقلية وعايزة جهود مننا، وإن إحنا نساعد بعض عشان نساعدها إنها تكمل حياتها. بيقول الولد: شعرت بالحزن على أختي، ولكن سرعان ما تغير هذا الحزن إلى عزيمة وإرادة، فهم ذو الإرادة وعلينا مساعدتهم والوقوف بجانبهم. قرأت كثيرا وبحثت أكثر لأتعرف أحسن وأنسب الطرق للتواصل معها وتنمية المهارات العقلية لديها. وبالفعل بدأت باستخدام الألعاب السهلة، وكانت تتعلمها ببطء ولكنها تتقنها في النهاية. واستمررنا هكذا لفترة حتى أصبحت في سن الالتحاق بالمدرسة. واجهتنا عدة تحديات من رفض وعدم قبول لها أو من تجنب التعامل من أصحابها، ولكنها أصرت وحاولت واجتهدت حتى أثبتت لكل من بالمدرسة أنها تستطيع. استمر الكفاح والمثابرة حتى وصلت إلى الجامعة، وواجهت المشكلة نفسها التي واجهناها من قبل عند التحاقها بالمدرسة. فلا أحد يتوقع أنها تستطيع النجاح والتفوق، وكثير من الأهل والأصحاب قاموا بتثبيطنا قائلين: يكفيها التعليم المدرسي، فلا جدوى من الاستمرار في التعليم الجامعي، فهي لن تستطيع العمل بعد ذلك. ولكنها أصرت على الاستمرار وقررت الالتحاق بكلية التربية الخاصة. الالتحاق بالتربية الخاصة لتساعد الأطفال من ذوي الإرادة
في التعليم. يبقى التحقت بإيه؟ بكلية التربية الخاصة عشان تساعد الأطفال اللي زيها ذوي الإرادة، تساعدهم في التعليم. وبالفعل أكملت دراستها بنجاح، وكانت من المتفوقات في هذا المجال، وعملت بمركز خاص بذوي الإرادة. وعندما أنظر لأختي أشعر بالفخر والاعتزاز بأنها أختي، فلديها قلب كبير كبير معطاء، وقوة تحمل، وإصرار عجيب يجعلني أخجل من نفسي. قصة جميلة جدا ومؤثرة. الولد بيقول إيه؟ بيحكي حكاية أخته وقصة كفاحها. بيقول أنا أحكي لكم من أول يوم قصة أختي. دي مش قصة عادية، مش قصة عادية ممكن نسمعها. حتى يسوع كان بيقول في أول القصة سأحكي لكم اليوم قصة أختي، فهي ليست قصة عادية، أيوة، هي فعلا مش قصة عادية، وهو قصة نفس مؤثرة عن الولد. بقية القصص أوي. أيوة، بيقول إيه؟ بيقول مفيش بقى القصة قصص دي، مضحكة. القصة دي مش قصة عادية. إيه هي بقى القصة بتاعته؟ قصة أخته وقصة كفاحها. يقول هبدأ منذ لحظة ما اتولدت، لما كانت يمشي يمشي مولودة البنت. يمشي. نعم، أنا كمان عندي أخ عنده مرض نفسي، قصدي عنده مرض تورت، عنده ايه؟ مرض تورت، تولت؟ مرض كده بتخليه يعمل حركات ومش قصدها، ومش ايه؟ يعمل حركات ومش السلام قصدها. عليكم عنده ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا مس؟ من ذوي الإرادة يعني. ايوه، المفروض تسمح بقى انت عامل ايه؟ تشوف مالك عمل ايه مع اخته، وتحاول انت تطبقه مع اخوك بقى، صح؟ أنا مش بيعمل حركات عجيبة، بس هو في دماغه كبير يعني تصاير. في الإعدادي. طيب حلو، انت تصاير بقى تساعده. مش محتاج مساعدة، هو بقى كبير وبياخد دواء، مش مشكلة، بس لازم برضو تساعده. مش عارفة أساعده بيه. اتعلم. بيقول ايه؟ القصة دي كانت قصة كفاح. يعني ايه كفاح؟ يعني مواجهة الصعاب. البني ادم اللي عنده اراد من ذوي الارادة بيواجه صعاب كبيرة جدا جدا جدا، بتبقى في قصة الحكاية بالنسبة له بتبقى كفاح، بس بيفضل هي مست أخويا بيستسلم بسرعة، ايه؟ أخويا بيستسلم بسرعة يعني لما ينجحش في امتحان بيقول أنا مش هذاكر كده. هو بيواجه صعاب كتيرة جدا في حياته ذوي الإرادة، ده يبقى كفاح يعني مواجهة الصعاب. بيقول هبدأ الحكاية بتاعتي. الو يا مس، أيوة حبيبي، هو برضه اخويا الكبير. ربنا يبارك فيه يا حبيبي. أبدأ عكسها أنتهي، بيقول سأبدأ وعكسها أنتهي. بيقول هو كان هبدأ اول واحد وعكس أبدأ. بيتولد، فعشان كده امي عارفه تعمل ايه. طيب يا حبيبي، هيبدأ منذ لحظة ولادتها، فهو كان متحمس جدا، متحمس يعني مندفع فرحان، عشان عايز يشوف أخته أول مرة بعد ما اتولدت بالمستشفى. وهو كان عنده في الوقت ده كام؟ كان عنده 7 سنين. ولما بصلها حس بإن شكلها مختلف جدا عنه، لكن هو ما حطش في باله، قال إن هي طفلة رضيعة صغيرة، عادي ممكن يكون شكلها مختلف عني عشان هو كبير. بعد شهور لاحظ بالفعل الاختلاف، وتأكد من ان هو شاكك ان هي مختلفة. دلوقتي اتأكد ان هي فعلا مختلفة لما بدأت تكبر ويبقى عندها شهور. فقعد يتكلم مع والده، قال له هي مالك مختلفة عني يا ابي، ولا ايه المشكلة؟ بص لابوه قال له نعم يا مالك، مالك من ذوي الإرادة. قال له يعني ايه؟ مش فاهم، ممكن تشرح لي اكتر يعني ايه ذوي الإرادة؟ قال له ذوي الإرادة دول ناس
مجموعة من الناس عندهم قصور، يعني عندهم نقص في قدرات بدنية أو حسية أو عقلية أو نفسية، ممكن يبقى بشكل كلي أو بشكل جزئي. يبقى عندهم نقص في القدرة البدنية، حركتهم ممكن تبقى ناقصة عن الإنسان العادي، أو الحسية أو العقلية أو النفسية، ممكن بشكل كلي أو بشكل جزئي. عشان كده سموهم ذوي الإرادة. ليه؟ ليه سموهم ذوي الإرادة؟ عشان هم بيواجهوا جهود جبارة، يعني جهود عظيمة جدا جدا بيبذلوها عشان يتغلبوا على التحديات اليومية اللي بيشوفوها، ويحققوا إنجازات كبيرة جدا ومختلفة عننا. إنجاز عكسه إخفاق، إنجاز حاجة كبيرة عكسها إخفاق. تمام؟ هنا الولد بيقول أنا فهمت، لكن ملك ما عندهاش قصور، يعني ما عندهاش نقص في القدرة البدنية لأنها بتتحرك وبتلعب. رد أبوه فعلا موافق على كلامه وقال لها، قال له فعلا ملك ما عندهاش قصور في القدرة البدنية، ملك عندها قصور في القدرة العقلية، عقلها هو اللي فيه نقص، وتحتاج مننا لجهود وتكاتف، لازم كلنا نعمل مجهود ونتعاون عشان نساعدها في مواصلة حياتها. يعني مثل الطفل يكون عنده ذكاء أكتر من كده؟ طبعا ان هما بيتصرفوا عندهم نقص في دماغهم في العقل بتاعهم، فبيعملوا حاجات هما مش فاهمينها. بس يمس أخويا اللي عنده ذوي الإرادة هو كمان بيتعصب بسرعة. ايوه، ما هما الناس دي مختلفة عن بعض، ممكن يكون بيتعصب عشان انتوا مش فاهمينه مثلا، لانه هو ما عندوش قدرة زيك ان يقدر يتحمل. احنا فاهمينه بس هو ما ممكن يكون هو عنده مش بيتحمل زيك، ما عندوش القدرة ان هو يتحمل حاجة زيك، يعني انت الاصغر بكام سنة ممكن يكون انت بتتحمل عنه، ما هو بيبقى نقص في حاجة معينة سواء جسدي بدني حسي عقلي. تمام؟ بيبقوا مختلفين عننا وبيحتاجوا ان احنا نساعدهم ونتعاون الأسرة كلها عشان الولد ده او البنت دي يطلعوا ايه؟ يقدروا يواجهوا المجتمع، لان هم كمان بيشوفوا صعوبات كتيرة جدا في حياتهم عننا احنا الطبيعيين، فلازم احنا نساعدهم. هو بيقول انا شعرت واللي هو احس يعني بالحزن على اخته، لكن بسرعة اتغير إحساس الحزن ده، حاول هو بقى يغير إحساس الحزن ده لعزيمة وإرادة، بقى عنده عزيمة وبقى عنده إرادة إن هو عاوز إيه؟ لا أنا لازم أختي تبقى طالعة زينا، زيها زينا زي كل الناس، لأن هم اسمهم ذو الإرادة، يعني عندهم إرادة، يبقى لازم علينا إن إحنا نساعدهم ونقف جنبهم عشان إيه؟ عشان يحققوا اللي هم عايزينه في حياتهم أو يبقوا عايشين طبيعيين. أو مش هصدع قرر بقى ان هو يساعد اخته. هيساعدها ازاي؟ هو مش عارف يتعامل مع المرض بتاعها ازاي او الحاجه الغريبه اللي هو عندها في ازاي. خلل في الجهاز الحركي بتاعه ما بعرفش يتحكم فيه. صح، يبقى هو بقى الواحد يقرر يساعد، قرر هو يساعد اخته ازاي. مالك عمل ايه؟ قرأ كتير على الانترنت عن المرض بتاع اخته ده، وبحث عنه كتير جدا جدا، وعارف احسن الطرق اللي ازاي يقدر يتواصل معاها وينمي المهارات العقليه عندها، لان هي عندها قصور في ايه؟ في القدره العقليه. يبقى هو احنا ازاي عايز يتعامل معاها بقى؟ بنديله دواء عشان يخف عليه بس هو بيتعصب بيقول مش عايز اخف. الله يساعده. يبقى استخدم ايه؟ لقى ان احنا ان هو عشان يساعد اخته هيساعدها بطرق معينه، بدأ يستخدم لها الألعاب السهلة جدا جدا جدا، سهلة بالنسبة لأي طفل طبيعي، بس عشان أخته من ذو الإرادة بالنسبة لها كانت بتتعلمها ببطء شديد، لكن في النهاية كانت إيه؟ بتتقن اللعبة اللي هو أخوها بيلعبها لها أو بيعلمها لها. استمرت الفترة دي كويسة لأنها بتتعامل بس مع إيه؟ مع أهلها أو عائلتها. لما بدأت بقى تكبر وتروح المدرسة بدأت تواجه بقى مشاكل. ليه؟ قعدت تواجه
مشاكل منهم إن الناس صحابها مش قابلينها، شكلها مختلف، تصرفاتها مختلفة غريبة، شايف صحابها في بيضحك عليها وفي بتصعب عليه وبيتضايق منها وفي ما بيبقاش عايز يقعد جنبها ولا يتكلمها، وفي واحد يبقى قلبه طيب يتعامل معاها بس بيعملها على إنها حاجة غريبة برضو. أصحابها في الوقت ده كانوا متجنبين يعني مبتعدينها جدا، وهي بقى أصرت يعني صممت وحاولت واجتهدت وأثبتت لكل اللي في المدرسة إنها تستطيع إنها تقدر تنجح زيهم. ليه؟ لأن أخوها من وهي صغيرة كان بيحاول معاها كتير لحد ما بتنجح، فعلشان كده لما كبرت قدرت إزاي تساعد نفسها وتنجح، وعائلتها كمان كانت بتساعدها. استمر الكفاح ده، نقفل الصوت، استمر الكفاح ده لحد ما وصلت للجامعة. عدت مراحل الدراسة، وصلت للمرحلة الجامعية، لقت نفس المشكلة وهي اللي واجهتها وهي رايحة المدرسة. ايه هي؟ ان ناس كتيرة بتبص لها باستغراب ويقولوا ان هي كده كده مش هتقدر تنجح ومش هتقدر تتفوق، واهلهم يقولهم خلاص بقى هي اتعلمت فترة الدراسة وعرفت تقرأ وتكتب وتعلمت، بس مش لازم بقى تروح لما بشوف الجامعة. ناس عندهم نفس ذوي الإرادة مش بيحصل لي حاجة، يعني ما بستغربش منهم، عشان أنا أخويا برضه عن نفس الحاجة وبتفرج عليه بشوف حركاته غريبة، هم برضه حركاتهم غريبة فمش بستغرب، ايوه، هو لكن عادي هو الناس اللي ما عاديين. شافتش الحاجه دي قبل كده بتقعد، في ناس وخصوصا في سن الطفوله بيبقوا عقلهم بيقعدوا يضحكوا، شكلها غريب، بتعمل حركه غريبه يروحوا يضحكوا عليها، فهمت؟ لكن اهلها ساعدوها ووقفوا وراها، ولكن اهلها بقى التانيين عائلتها ساعدتها، لكن باقي الاهل لما وصلت للجامعه قالوا خلاص بقى مش لازم تكمل، كفايه التعليم المدرسي اللي اخدته ملوش لازمه انها تكمل، يعني هي كده كده لو كملت مفيش فايدة، جدوى هنا يعني فايدة، لا جدوى يعني لا فائدة، مش لازم تستمر، وعكس الاستمرار الانقطاع، مش لازم تستمر. ليه؟ لأنها كده كده مش هتقدر تشتغل. لكن البنت كان عندها إصرار كبير جدا إنها تستمر، وقررت إنها تلتحق بكلية اسمها التربية الخاصة. التربية الخاصة دي كان هدفها فيها عشان تساعد الأطفال ذوي الإرادة في التعليم، تساعد الأطفال ذو الإرادة إنهم ما يقعدوش ويستسلموا للي هم فيه، لأ ده لازم يتعلموا ولازم يبقوا زيهم زي أي حد في المجتمع، ويواجهوا إزاي الصعاب ويتحدوا كل الصعاب اللي يشوفوها. وبالفعل أكملت ملك الدراسة بتاعتها وكانت من المتفوقات في هذا المجال. اشتغلت كمان؟ آه اشتغلت. اشتغلت فين؟ في مركز خاص بذوي الإرادة. والولد بيقول إن أنا لما ببص بعد كده لأختي بيحس بإيه؟ بالفخر والاعتزاز بإن هي أخته، إنها من ذوي الإرادة، ومع ذلك قدرت وواجهت وتحملت لحد ما وصلت للمرحلة دي في حياتها. وكمان بيقول إنها عندها قلب كبير معطاء، يعني قلب بيدي كتير جدا جدا، قلبها أبيض ونضيف، مفهوش حقد، مفهوش أي حاجة وحشة، وعندها قوة تحمل كبيرة جدا، وعندها إصرار عجيب بيخليه يخجل من نفسه إن هو إنسان طبيعي وما فيهوش حاجة زي أخته، وهي بتحاول وتصر أكتر منه. عايزين نستخرج بقى من ميسوش هنحل؟ آه طبعا. بس شايفين الفقرة بتاع استمر الكفاح والمثابرة؟ استخرجي يا ساندي حرف وبيني نوعه. أيوه. حرف وبين نوعه. ميس أنا عارفة مين واحد، يا ممكن ميس؟ نقول حرف عليه جر. وعلى، ممكن برضه نقول على ساندي، ده وإلى دور ساندي. ليلى. الو، ميس أنا كنت بقول مين بس المايك كان مقفول، عند مين وإلى وهي بتقول مش عارفة تقريبا عن في على برضه بقى فلك جدول من الاستمرار فيه. على الاستمرار وفقر. ميس ميس بس انتي قافلة المايك. لا انا فاتحاه.
بدور على المس. المس هي اللي قفلها. اي يا حبيبي سامعاكي، قلتي على ومن وفي، كل دي فعل حرف ايه؟ وملك برضو قالت، بس انا مش عارفة اجبتها كانت ايه معاها. على خلصت. في حرف جر، تمام، وعايزين كمان حرف تاني يقلب. ومن وعلى. حرف تاني بقى غيره، حروف تاني غير حروف الجر. في حروف ايه تاني يا ألمى؟ حكاية ألف سلامة عليك. بالمدرسة. حرف ايه بالمدرسة؟ ده حرف جر برضو. انا عايزة في عندنا حرف جر وحرف ايه، حروف جر وحروف عطف، عايزة حرف عطف. ايه هما حروف العطف؟ ووفاء وصول احسنت. وكثير من الأهل. والكثير وكثير، احسنت، وكثير. بس حرف حرف أو برضه. ابراهيم مش هناخدهم معانا. طيب عايزة من هنا أسلوب نفي. أنا مش أه نفس. لا صح. لا، لن، لا أو لن. ليه عليا مس؟ لن تستطيع. لن تستطيع العمل، أحسنتي، لن تستطيع العمل. بعد ذلك طيب عايزة فعل ماضي يا إنجي. ملك. إنجي هو لك، هاتي لي فعل مضارع. نعم يا مس. فعل ماضي يا إنجي. وصلت. وصلت، أحسنتي. وصلت يا مس. فعل مضارع بقى يا ملك. وجهتها يعني اللي لسه بتجوز. ايه؟ وجهتها ماضي صح؟ لا، واجهت ماضي. تحقق. تحققها ما تحققت. فين دي؟ السطر الكام؟ ممكن تقصد على التاني. التحاق. ممكن اقولها التحاق يعني هي لسه اتفضل. بتتفق بيه. لا يا حبيبي، في بس كلمة انا واحدة ممكن يتوقع، اقولها. تستطيع. متوقع. وقاموا. تمام. قاموا. قام فعل ماضي. أنا عايزة فعل مضارع. تستطيع. انا كنت تستطيع. قصدي عليه تستطيع. أيوة، تستطيع، يتوقع، تساعد. مقاومة. تمام. مثلا عندي برضو في في كتير. توقع يعني مثلا عشان نحل كلمة كمان بقى صفحة حرف ساكن. ونبقى خلصنا. حمزة إبراهيم، عايزة كلمة بقى حرف ساكن. ماشي. راح الصوت ليه يا سندي؟ حمزة كلمة بها حرف ساكن. قبل الباء حرف ساكن. أحسنت. وكلمة بها حرف مشدد، حمزة أيمن، حرف مشدد. حرف مشدد. أه جدوى. الشطر الكام؟ لا أنا مش عارفة حرف مشدد فيها. التعليم آخر سطر آخر كلمة. التعليم حرف مشدد، أحسن. وكلمة بها مد بالألف، محمد نبيل. الجميع. أحسنت. كلمة بها مد بالواو، معاذ. أيوة مس. هاتلي كلمة بها مد كلمة بالواو. مد بالواو. أه
هتمد بالياء يا معاذ، بالياء. مدرسة. لا، فين مد بالياء في المدرسة؟ ثواني. مد بالياء، عايزة ضمير غائب يا يارا. تستطيع. تستطيع، صح. ماشي يا مس، ماشي. وفي برضه بتوف بيرتنا صح. مس. هذا أنا بعد يارا. مين بيتكلم؟ رودي، قائدين. رغد. حاضر يا رغد. قلت ايه مس؟ ضمير غائب. غائب. اسم موصول يا رغد. ماشي. التي يا مس اسم موصول. التي اسم هي موصول يا مس. وهي ضمير غائب. جزاكم الله خيرا، ممتازين. هنبدأ في الحل. تمام. انا مش جاوبت. نعم، في حد بيسأل عن حاجة؟ انا يا مس جاوبت. ارفعي صوتك يا رودي. رودي ولا رغد ولا مين؟ انا مش جاوبت. مين بيتكلم؟ رودي مس. رودي. حاضر يا رودي، ابدأي. يلا نشاط ألف جاوبي. حاضر. ايه؟ يقول هنا ماك اكبر من ملك بي. مالك اكبر من ملك بي. مالك أكبر من ملك بيه كام عام؟ يا رودي؟ 5. لأ، مش بخمسة. لسه مش حضرت الحتة دي أصلي. كان إيه؟ النت فصل ساعة ما كام؟ كنت بتقوليها. أنا مش حضرت الحتة دي ساعة ما كنت بتقولي. كان النت فصل. بسبعة. مش عارفة ينفع نجاوبها. بسبعة. مالك ممكن أكبر من أكتب؟ ملك بسبعة أعوام. هاتي رقم اتنين. طيب يا رودي، الناس ممكن اكتب. يا ريت. اتفضل. اتفضل يا رودي. يا رودي، مش سامعاني. طب اتفضل يا معاذ. معاذ، ايوه مس. هات رقم اتنين. يلا كل واحد ياخد سؤالين ورا بعض سريعا عشان وقتنا بيخلص. لدى زوي. لدى ذوي الإرادة في في إحداد إحدى إحدى قدراتهم. قدرات. عندهم ايه؟ قصور ولا تفوق ولا زيادة؟ تفوق. ايه ده؟ تفوق في احدى قدراتهم ولا قصور في احدى قدراتهم؟ قصور. قصور، صح. محمد نبيل، ليس لدى يا ملك قصورا في. ملك ما عندهاش قصور في الذكاء ولا التركيز ولا القدرة البدنية؟ القدرة البدنية. القدرة البدنية، ممتاز. حمزة إبراهيم، كانت ملك تتعلم الألعاب ب سرعة، بطء، مهارة. بطء. بطء، أحسنت. حمزة أيمن، التحقت ملك بك